اهلا بيكم يا شباب وحلقه جديده من شباب على الهوا. النهارده احنا هنتكلم عن الانتخابات بس عن الفتاه المصريه ومشاركتها. يعني الفتاه المصريه دايما مشاركه بايجابيه في اسرتها ونطاق عملها وايضا المجتمع المصري، وليها كتير من الافكار الايجابيه المهمه جدا، ومهم الاخذ في الاعتبار انها ليها دور اساسي في اسرتها، فهي هتحمس اولادها وتحمس صديقاتها وتحمس كمان زمايلها في اطار العمل أو الجامعة. يعني المرأة المصرية بشكل عام والفتاة المصرية أكيد بيبقى لها دور كبير جدا في حياتنا وفي قضايا المجتمع المختلفة ومنها المشاركة الانتخابية. فالنهاردة إحنا معانا مجموعة من البنات هيكلمونا عن إزاي البنت تكون مشاركة وإزاي تحميس الفتيات إنهم ما يسيبوش أبدا حق الانتخاب وحق المشاركة في الانتخابات المصرية من خلال حملة أنا مشاركة. ده موضوعنا النهاردة. تعالوا بينا بقى نشوف تقرير عن الشباب وحق الانتخاب. يلا بينا نشوف التقرير الجاي. تبقي عندك فكر مليان كده أفكار حماسية إن أنا هشتغل هبقى كويسة، هقدر أنتج، لازم كمان أختار، لازم أساهم في صناعة المستقبل حتى برأيي. يعني الموضوع ده مهم جدا، رأيي مش إن أنا أقوله صاحبتي ولا أكتب فيه بوست، لكن إن أنا أحطه في مكانه الصح، أقوله في مكانه الصح عشان يوصل ويحسن مجريات الأمور، يغير شيء في مجتمعنا. إحنا بنتكلم كمان النهاردة عن المشاركة السياسية ومشاركة الانتخابات. في موضوع كبير قوي ان ناس تقول ما في ناس هتنزل كتير واحنا راينا معروف يعني، واكيد في ناس هتقول نفس الراي وخلاص مش مهم ننزل. لا، لازم كلنا نشارك ولازم كلنا نبقى قد المسؤوليه ونشارك في صناعه المستقبل. احنا معانا النهارده مجموعه من البنات اللي قالوا لازم ان احنا نقول لغيرنا فكرنا وراينا ونحمسهم انهم كمان يشاركوا بنزول في الانتخابات. احنا معانا هاجر وائل، اهلا بيكي يا هاجر، مسؤول اعلامي حمله انا مشاركه، ومعانا شمس طه مسؤول العلاقات العامه لحمله انا مشاركه، ورضوى محمود متطوعه في حمله انا مشاركه. اهلا بيكم. اهلا بحضرتك. الحمد لله كله تمام. هاجر، عايزه اتكلم عن البنت المصريه من زمان وهي مسؤولة بصراحة، يعني شايلة مسؤوليات كتيرة جدا، مسؤوليات في نطاق أسرتها ومسؤوليات في مذاكرتها، تلاقيها دايما دؤوبة وعايزة تحقق نتيجة علشان تقدر انها تصنع جيل قادم وفي نفس الوقت تساهم في مجتمعها في الوقت الحالي. مشاركة الانتخابية البنت وضعها ايه فيها؟ يا ترى هي بتفكر بنفس الطريقة؟ خليني في البداية اقول لحضرتك ان الحاجة اللي احنا اعتمدنا عليها اصلا في حملة انا مشاركة هي، يعني هاخد من كلام حضرتك، هي ان احنا عندنا كده يعني كونسبت بنشتغل عليه في المؤسسة عندنا، هو ان طالما عندي امرأة واحدة واعية او مثقفة فانا كده عندي اسرة، ضمنت ان انا عندي اسرة واعية ومثقفة. فعشان كده كانت مؤسسة هي تستطيع اشتغلت بشكل اساسي على المرأة. طيب ايه انا مشاركة؟ انا مشاركة هي حملة اطلقتها مؤسسة هي تستطيع للتنمية، مؤسسة مجتمع مدني، بهدف ان احنا نحث السيدات، مش بنستهدف سن معين، بنستهدف كل الاعمار اللي ليها حق الانتخاب. بنحثها على ان هي تنزل وتشارك، ان صوتها مهم وليه لازمة. في الحقيقة لما نزلنا يعني قابلنا، مش هقول ان بقى كل الناس ما بتشاركش وكده، لا صراحة كان في سيدات كتير جدا متحمسين ان هم يشاركوا. مقررين ان هم ينزلوا، متحمسين جدا وبيشجعوا بعض. بس على الجانب الاخر كان في بعض السيدات عندهم الفكره اللي حضرتك اتكلمتي عنها، هو انا دوري هيفرق، خلاص بقى مش مهم. اشتغلنا معاهم ان احنا نقول لهم موجود يسد. بالظبط، اشتغلنا معاهم ان احنا نقول لهم ان لو انت فكرتي كده وكمان اللي جنبك فكرت كده وغيرك وغيرك، هنلاقي بقى دي قريه كامله ما شاركتش، ادي محافظه كامله ما شاركتش، فالمجتمع كله مش هيشارك. فلازم عشان احنا بننادي من مشاركة او بنطالب بالمشاركة يبقى نبدأ بنفسنا. بالظبط، كلمة ابدأ بنفسك موضوع غاية في الأهمية. مش حد مقتنع بشيء فاتصرف بناء على قناعاتك اللي انت يعني خلاص قررت انها قناعاتك الشخصية ولازم توصل. قولي لي يا شمس، يعني بالنسبة ان انتوا عاملين خطة اكيد ان انتوا تستهدفوا مناطق بعينها، يعني مثلا هتقولي ان ممكن يكون في المدينة اكتر احساس باهميه المشاركه عن القرى او العكس، معرفش يعني مش عارفه، انا مش عارفه، اكيد انتم محددين اولوياتكم.
هي مش اولويات. احنا كنا في الاول يعني زي ما حضرتك ذكرتي احنا دايما كنا نقول مثلا ان القرى بتكون يعني اقل وعي او اقل معرفه عن المدينه، لكن احنا لما رحنا مثلا محافظات زي الاقصر اسوان قنا البحيره لقينا ان عندهم وعي كامل جدا بمؤمن برفع مستوى السياسي وصناعه القرار للمراه، ان هي ازاي تشارك، ازاي مثلا لو هي عايزه قوانين معينه تفيدها في مجتمعها او يكون في خدمات معينه يبقى هنا هتكون المشاركه السياسيه هي اللي هتديها القرار تختار ايه او مين الاجدى ليها، مين اللي يحدد او رؤيه او طموح او مستقبل ليها اكتر. طبعا ان المراه زمان يعني ليها من قديم الزمن هي كانت ليها دور سياسي، بدايه مشاركتها السياسيه كانت ثوره 19 جت قبل موضوع الثورتين مثلا او الثوره الاولى كانت المشاركه قليله شويه. ارجعي بالزمان لورا يعني من ايام الفراعنه هي كانت ملكه او بالظبط كده ارجعي بالزمان لورا فكانت تحكم، وبعد كده جينا في ثوره 19 لنا كان ليها دور بارز جدا في المشاركه السياسيه، بعد كده وقعت شويه في بعض الفترات الزمنيه لكن عادت بقوه. احنا خلال العشر سنوات اللي فاتت هي كسرت الحاجز زي الزجاجي مثلا في اعتلاء المناصب القياديه، احنا عندنا 162 نائبه بمجلس النواب، عندنا 40 نائبه بمجلس الشيوخ، 30% خلال العشر سنوات دول يعني نائبه محافظ، عندنا 2 محافظ في خلال العشر سنوات. بنرجع نقول ان 49% من الاصوات الانتخابيه هي مراه في بشكل كبير جدا يا رضوى حيز اني ابقى مشاركه، لا ده انا كمان متطوعه في حمله بتقول يلا نشارك. يعني انت مش بس اكتفيتي وقلتي انا هشارك واكتفيتي، لا انت عديتي المشاركه بمشاركه اكثر ايجابيه. شاركتي ليه في الحمله دي؟ الحمله مش بس فكره ان السيده او المراه هي بس اللي تشارك، لا كمان احنا عندنا احنا منزلنا فعليا وكلمنا مع الناس في الشارع، احنا كنا بنتكلم مع ان كان رجال او ناس بنتكلم معاهم على ان هم لازم ده حق لينا لازم ان احنا نأيد بيه ونتكلم ونقول احنا عايزين ده او مش عايزين ده. طب ازاي نختار اصلا الصح والغلط؟ ازاي نختار الحملة بتاعتنا دي بتنص على ان احنا ازاي نختار الرئيس المناسب لينا او النائب المناسب لينا؟ الانتخاب بشكل عام احنا مش بنتكلم فكرة الانتخاب على بشكل عام. احنا مش بنتكلم على شيء معين او على جزئية معينة، احنا بنتكلم على الانتخاب بشكل عام بالقرار اللي انا خدته ونزلت عشان اقدر ان انا اشارك بيه او ان انا انصح حد غيري ان هو ينزل ويشارك ويبدا ان هو يقول رايه ويبدا ان هو يعرف حقوقه وواجباته في المجتمع. يعني الموضوع عايز وعي ثقافي. بالظبط. يعني الدول اللي عندها وعي ثقافي هي اللي بتلاقي نسبه المشاركين اكتر فيها، والدول اللي ما عندهاش وعي ثقافي بشكل كبير هتلاقي ان هي دي الدول اللي عدد الناس اللي بتروح للصندوق وتقول صوتها قليل. طيب مهمتنا بقى ان احنا نعمل ايه يا جماعه؟ ده واجب عليك وفي نفس الوقت حق ليك، فلا تفرط في حقك ولا تتخاذل عن واجبك. صحيح مش كده؟ هنقول ده ازاي ويوصل ازاي لفئات المجتمع المختلف؟ من ضمن او من ابرز الاسئله اللي كانت بتجي لنا اشارك ليه اصلا؟ يعني انا هستفيد ايه لما اشارك؟ ده كان سؤال جوهري بيقابلنا في كل حته. احنا نزلنا مدن، نزلنا في الريف، نزلنا توعيه جوه اراضي زراعيه، يعني نزلنا في غيط موز كنا قاعدين مع السيدات الفلاحات هناك كنا بنوعيهم، فكان السؤال الاشهر انا ليه اشارك؟ حد قال لك وانا مالي؟ قالوا ده موضوع ما يخصنيش اصلا، انا مالي؟ انا خليني في المشاكل اللي انا فيها، ده انا بصحى الصبح الساعه كذا وورايا كذا وما اعرفش بايه وعندي اعباء ومهمات. اكيد بالزبط. الناس اللي فاهمه اكتر او الناس اللي يعني ده دورها انها هي تروح بدالي، في حد قال لك كده؟ اتقال لنا كده، واتقال لنا كمان طب لما انا مثلا اشارك في الانتخابات ويحصل تطوير في الدوله التطوير ده مش هيجي لي اصلا. فهي مثلا ان زي ما انت دايما بتطلب من المجتمع انا عايز مثلا ارض، انا عايز بيت، انا عايز، المجتمع كمان مش من حقه ان هو يطلب انا عايز ان انت تكون مشارك، ان انت تكون فعال. احنا جبنا معاهم الموضوع من اوله، يعني ايه اصلا مشاركه؟ المشاركه مش بس في الانتخابات، يعني احنا بنتكلم على الانتخابات بس بنتكلم بشكل عام ان انت لازم تشارك، لقيت مكان مثلا تقدر ان انت تشارك تطور فيه، تنمي علم عند حد جنبك، ان انت تكون ليك دور في المجتمع. كيف ربنا لينا بتعمير الارض؟ بالظبط. يعني بغض النظر عن الفكره اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، بس دي مهمه الانسان على كوكب الارض. اكيد في خطه تخليني اني اوصل للهدف. يعني اذا كنت عايزه ادعم فكره معينه او انشر الوعي في مكان معين فلازم يكون في خطه.
ما نزلتوش كده عشوائي صح؟ يعني أكيد في دراسة، أنا هنزل المكان ده، هنزل للشباب في التجمع ده، هكلم كل واحد بلغته، لأن صحيح. اللي عنده 20 سنة مش زي اللي عنده 40 سنة، مش زي اللي عنده 80 سنة، يعني كل واحد ليه اللغة بتاعته اللي تقدري توصلي له بيها. وكمان الأهداف، يعني هدفي وأنا في سن معين غير هدفي تماما وأنا في سن الشباب. فإزاي قدرتوا تعملوا ده في برنامج من خلال الحملة؟ هو اول حاجه يعني لما جينا ننزل، احنا طبعا مخططين ان احنا ننزل اكتر من محافظه، عايزين نغطي الجمهوريه كلها، ولسه ان شاء الله يعني خلاص يعتبر بنكمل الجمهوريه. احنا فكرنا قلنا هنجيب معانا المدربين او الناس اللي هتكلم الناس ونلف بقى المحافظات. بعد كده قلنا لا، لما انا مثلا هجيب حد معايا من القاهره مش هيبقى نفس الحد اللي هيكلمهم لو هو اوريدي من المحافظه بتاعتهم، بتدوري على حد هناك بالظبط بلغتهم عشان يكون يقدر ان هو عارف يعني يستهدف ايه، هم عايش وسط البيئه المحيطه معاهم، تقرب نفس التفكير نفس المجتمع اللي هم عايشين فيه، عارف هم عايزين ايه، ايه الاراء اللي عندهم. يعني انت اعلنتي عن متطوعين؟ انا ما اعلنتش اوريدي. احنا كلمنا، احنا عندنا يعني في المؤسسه عندنا قاعده كبيره من المتطوعين بمختلف السن والمحافظات، فاوريدي لما رحنا كل محافظه كان عندنا حد من جوه المحافظه هو اللي بيتكلم معاهم، حد جاهز من عندكم بالظبط. ولو ما كانش عندنا في المحافظه فكنا بنعلن عن ده عندنا على الصفحه الرسميه، كنا بنتواصل مع ناس نعرفهم معرفه شخصيه، لوقت ما كناش لينا فيها حد كنا بنكلم ناس، والناس كانت بترحب جدا ان هي عايزه تشارك وتوعي الناس اللي حواليها. قولي لي يا رضوى، دور المتطوع ايه في حمله زي دي؟ دور المتطوع في الحملة بتاعتنا إن هو لما يكون موجود على الأقل يأثر في البيئة المحيطة لي، مش بس محتاجين إن هو يأثر في المجتمع ككل، بس في البيئة المحيطة، في الأسرة، في العيلة، في الشارع، في المدرسة، في المكان اللي هو موجود فيه ومتواجد فيه يبدأ يأثر فيه ويفهم يعني إيه مشاركة، وليه إحنا بنعمل ده، وليه إحنا نقدر إن إحنا نشارك. يعني قصدك تقولي ان انت شخصيا في اطار المكان اللي انت فيه والمجتمع اللي انت فيه بالزبط. قدرتي تعملي شكل من اشكال التوعيه بالظبط، كان منسق او مدروس مع اعضاء الحمله، ولا انت كان ليكي وجهه نظر انا هعرف اوصل لاهلي ازاي؟ كل واحد بيعرف يوصل ازاي للمجتمع المحيط بيه، ولكن انا بما ان انا في الحمله فانا عارفه الحمله بتتكلم عن ايه، عارفه الاسلوب اللي انا هتكلم بيه مع الشخص اللي قدامي، زي ما حضرتك قلتي الشخص اللي عنده 20 سنه مش زي اللي عنده 60، مش زي اللي عنده 80، كل واحد بيتوصل له بطريقه مختلفه عن التاني، وكل واحد عنده كمان العقبات اللي ممكن تكون من وجهه نظره عقبات تعطلوا عن الانتخاب بالظبط. يعني حد واحد يقول لا اصل انا ورايا كذا، واحد تاني يقول اصل انا صحتي مش قادر على يعني حسب كل واحد عنده افكار شكلها ايه ممكن تخليه يحط قدامه عقبات 1 2 3 كده ان انا مش هعمل ده. ننتصر ازاي على كده؟ ننتظر ازاي ان احنا مثلا ان ده واجب، او انت مثلا زي ما انت ليك حقوق انت عليك واجبات، الواجب على الناخب او المرشح ان ده دورك تجاه الوطن، تجاه الرؤية المستقبلية، ان الموضوع مش مشاركة سياسية فقط، هو مشاركة اجتماعية، مشاركة ثقافية، مشاركة اقتصادية، هي كلها اولويات لها علاقة ببعضها. لكن في البداية اول حاجة ان احنا بنحدد المحاور اللي توصلنا لكل ده. لو مشاركة سياسية كانت ناجحة انا عارفة مثلا ان هيبقى ليها استفادة من بعض الموضوعات اللي هتكون في على المدى البعيد او المدى المستقبلي، هيبقى عندي وعي سياسي. انا بحس ان في عنصر تاني غير التعليم والثقافة، هي شخصيات. يعني في شخصية كده تلاقيها حتى وان كانت مش متعلمة بس هي مدخلة نفسها في كل الامور، عندها إيجابية، كلمة وأنا مالي دي ما بتعديش عليها، كل حاجة أنا ممكن أشارك فيها، حاجة غلط ممكن أعدلها، حاجة محتاجة مشاركة تلاقي إيدي بإيد الناس. في شخصيات عاملة كده وممكن تكون ما خدتش قدر كافي من التعليم والثقافة، وشخصيات أخرى لديها التعليم ولديها الثقافة ولديها كمان الانسحاب من قضايا، أي قضايا لا تخصها بشكل يعني لصيق صحيح، يعني ما كانتش الحاجة تخصها قوي 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 فهي برا عتبة البيت ماليش دعوة. لا هي كلها شخصيات عاملة كده صح؟ في شخصيات اقناعها عامل ازاي الشخصيات دي؟ لان عندها علم وعندها ثقافة، نعمل ايه؟ طيب خلينا نسميها ان هي وعي شوية، يعني ممكن يكون هو مثقف بس ما عندوش الوعي بالحاجة دي، ما بيبصش قدام قوي،
في ناس عندها الفكر ده بقاله كتير سنين، يعني مش هو بس، لا ده وراثة وباباه وجده، فهم كلهم لا احنا مالنا احنا مش هنشارك، او انا هشارك وخلاص. يعني في ناس على فكره هتشارك بس هتشارك وخلاص، اللي هو يعني انتوا قلتوا لي اشارك فهشارك. فلا الموضوع محتاج مننا برضو احنا كمان صبر شوية وطول نفس، ان احنا بنوعي مرة واثنين وثلاثة، ان احنا مش بس نتكلم وخلاص، لا احنا محتاجين نوريهم زمان الدنيا كانت عاملة ازاي، مثلا الناس اللي مش بتشارك، طب المشاركة دي هتعود عليا بايه، مش بس كلامه بس، لا المشاركة هتعود عليا بايه، زي ما استاذة شمسة قالت شركة تقعد عليها بنواحي كتيرة، ان انا اوصل للجزء او الحاجة اللي هتكون لمساه هو بشكل مباشر، او حتى لمسة الناس اللي حواليه، لانه اكيد برضو من حقه هو عايز ان هو يعيش حياة افضل، يعيش في مجتمع يعني متطور، يعني مجتمع مهتم باحتياجاته، فده برضو حقه في نفس الوقت. وبالفعل احنا لما نزلنا الشارع المصري عشان نتكلم معاهم عن ان احنا ازاي اصلا نروح ونشارك، كان بيواجهنا فكرة ان انا دلوقتي هروح، طب انا ايه اللي هيتغير، انا ايه اللي هعمله. كنا فعليا بنبدأ ان احنا نقعد نتكلم مع الشخص، انت عندك كام سنة، طب انت شايف ايه اللي انت عايزه يتغير، طب انت شايف ايه اللي اتغير عن زمان لدلوقتي، طب انت شفت احنا كان عندنا واحد واثنين وثلاثة ودلوقتي الدنيا بقت احسن في ايه، والله ده في حاجات كذا تعدلت. يعني احنا فعليا ده اللي احنا واجهناه في الارض الواقع. طيب ردود افعال الناس ايه لما كنتوا تنزلوا؟ هي في البدايه بتكون مثلا يعني مش بعض الردود بتكون ايجابيه، يعني منها ناس طب هشارك، طب هشارك لايه، او انا هستفاد ايه، او ايه كده. لكن في ردود بتبقى ايجابيه جدا ومتفاعله، ان هي عايزه بكره يكون احسن وافضل، مثلا لو كان عندها مثلا مستشفى واحده في المكان، فمثلا ثلاث مستشفيات، عندها طموح عايزه طموح تطور اكتر، تطور اكتر واستكمال الاحلام المشروعات، فبالتالي هي وده مش هيتم الا بالمشاركه السياسيه، انها تفكر هي عايزه ايه بالظبط وطلباتها ايه، وده ما يتمش الا بالمشاركه السياسيه او الاستقرار السياسي، زي ما احنا قلنا ان طبعا ان التنميه الاقتصاديه او الاجتماعيه او الثقافيه كل ده بيبقى ليه اليات وروابط ببعض. لما يتعود على الايجابيه يبقى ايجابي في كل حاجه، هتلاقي حياته كلها اتطورت بشكل كبير، مش كده؟ اكيد مش بس موضوع المشاركه السياسيه، اكيد مهم جدا ان الشخص يكون باصص للناحيه الايجابيه ويبص للسلبيه برده عشان يخليها ايجابيه هي كمان، يعني ابص ايه كويس عندي وايه كمان، يعني ايه حاجات كويسه ايه حاجات سيئه عشان اخلي السيء ده كويس، ما مش اللي هو اتغاضى عنه، انا ما عنديش الحياه وردي، لا الحياه فيها ده وفيها ده، فيها الابيض وفيها الاسود. صحيح، فمهم ابص على الاسود عشان اخليه ابيض بعد كده. تمام. وبالنسبه يعني تقدري تقولي حاجه للشباب اللي ممكن يبقوا موجودين معاكي وانتي متطوعه؟ الشباب احنا عندنا اكبر نسبه من الشباب هي المجتمع اللي احنا عايشين فيه، فهم اكتر ناس عليهم مسؤوليه تجاه بلدهم وتجاه المجتمع اللي هم عايشين فيه وتجاه نفسهم قبل اي حاجه، ده حق من حقوقهم عشان هم مستنيين واجبات من الدولة ليهم، فالمفروض ان هم يقدوا لها الحقوق، كل واحد يعمل اللي عليه بالظبط، يعني من الاخر بقى كده كل واحد يعمل اللي عليه. انا بشكركم جدا، كان معايا النهارده هاجر وشمس ورضوى، وبتمنى لكم طبعا كل التوفيق، وفكره انا مشاركه دي في حد ذاتها منتهى الايجابيه، ان شاء الله دايما الفتاه المصريه والمراه المصريه تكون على قد المسؤوليه وتقدر انها تبني مجتمعها بشكل افضل. شكرا لكم. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم في حلقه جديده وشباب على الهواء.